ممكن يكون الوضع محتاج جس ممكن باللايف الوقود المتبقي في المولدات في مجمع الشفاء الطبي لا تكاد تكفي إلى 3 إلى 4 أيام على أكبر تقدير. الآن نعمل في الأقسام الحساسة، أقسام غسيل الكلى، الحضانات، محطات توليد الأكسجين، العناية المركزة، أقسام العمليات وما دون ذلك أخرجناهم من الطاقة. أغلب الحالات في الحضانة البروتوكولات العلاجية تعتمد على التيار الكهربائي، وطبعا لأنه أغلبهم بيعتمدوا على التنفس الصناعي، وفي حال انقطاع التيار الكهربائي ستحصل كارثة خلال 5 دقائق، وجميع الحالات المشبوكة على التنفس الصناعي ستتوفى حتميا بسبب انقطاع التيار الكهربائي. في حال لا سمح الله توقفت هذه المولدات ستصبح هذه المستشفى عبارة عن مقبرة جماعية، لأن أكثر من 120 مريض على أي تنفس الصناعي من الجرحى، 1000 مريض بحاجة إلى غسيل كلى لا نستطيع تقديم لهم بدون كهرباء، 50 طفل من في الحضانات وأقسام الخدج على العناية المركزة، محطات توليد الأكسجين لا يمكن أن تعمل، فبنحكم على 1000 مريض في هذا المستشفى بالموت المحقق.